انت تلمون مهمسه صح أيوة تحياتك وعلي ياسر حليتوا عليه الكتاب شو نعمل يا اخي بتجيب بوك باش تقولوا لك على السلامه اصلح حوالك وتمشي لا برجوليا تحبوها تمشي يا ابو عمري يا ابو عمري يعيشكم يخليكم ليا اعز جمهور هذايا في الكون اسكت خرجوهم الاولاد هذوكم خرجوا جيان تلمون مهمسه انت أول بنية جبتها اسمعوا الحكاية ذي إليسا بنتك إليسا بنتك أول ما جيت راجلك ما خليكش تخرجها خاف لا تنساها مش ما خلانيش مرة ديما ما يخلنيش يخرجها يقول لي تضيع تنساها لا مش أنا مش ننسى أنا ننسى كل شيء في الحياة بس ننسى جو سوي كابابل دو بيغ أكثر جملة أنا نستعملها في حياتي شني اللهم اجمعني وظلت يدي نستعملها 50,000 مرة في النهار كل شيء ضايع هاو التليفون هاو المفتاح نلقاها نسيت مرة أولادك في بلاصة ولا شو الحقيقة هي تحشم سارة. الحكاية شو هي تحشم الحكاية أما أنا باش نحكيها باش نوري للنساء على خاطر نحنا نساء مع أولادنا ديما نحسوا رواحنا مانيش سي با أسي مانيش أون بون ميغ نحب نقول لهم راهو نورمال راهو أون كثير عادي احكي لي احكي لي على الحكاية دونك حاجة بون هي صراحة أنا وأنا قبل كنت عايشة في الكويت ولادي وقتها في شو اسمها في ليكول انا بنتي عقدتها قالت لي ليه من مرقتي انا ما ندخل نقرا الا ما انت تدخل بحذا زينب صاحبتك اللي تخدم في الاداره تستناني الغادي خاطر نخدم مخا جرب يا راجلك مهبلته اي بيان سور اما ليه قالت لي بيان سور عادي حال عادي حكيت عن الكليب سايقه فيها راجلي مهبلته قدر في مرات في الرازي ليه اون في الكليب لا انا تعرفش يكتبوا لي على انستغرام حقهم يعملوا منك احرابش سافا انت لا جست نسأل تحبوا منها حرابش